الشائعة ليست أمرا حديثا، الشائعة قديمة قدم الإنسان، فهي تتعلق بجزء منه وهو الخبر والقول الذي ينتشر بين الناس. فالشائعة تاريخها يبدأ من خلق الله تعالى الإنسان، فمنذ أن خلق الله تعالى آدم جميل. وحواء والناس على سجية معينة في أحاديثهم، وإن اختلفت عصورهم وإن اختلفت وسائل النقل لكلامهم، لكن هي في الجملة دائرة على شيء متعارف واستعمله البشر كلهم، وكانت شائعة في المجتمعات. بل يعني يمكن أن يقال إن القرآن حفظ من أخبار النبيين السابقين ما هو واضح في أثر الشائعة الرديئة على أهل الحق والإصلاح والصلاح، حيث إن المشركين الذين سعوا في إضلال الخلق وصدهم عن سبيل الله كان من أبرز ما يعمدون إليه ويستندون إليه في هذا الإفساد الذي تورطوا فيه، هو رمي الأنبياء بالتهم وإشاعة مقالة السوء عنهم. ولذلك ذكر الله تعالى في كتابه عن أهل الكفر أن فيما قالوه في أنبيائهم أشياء كثيرة مما يتصل بمعنى الشائعة، أي أنها مقولة عارية عن دليل، خالية من مستند، ليس لها ما يعضدها. ولذلك قال الله تعالى في بيان أثر الشائعة في الصد عن الحق: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هذه سجية الأولين، وهذه طريقة المعاندين المكذبين في الصد عن سبيل الله. يقول الله تعالى: أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بملوم. هذه الآية الكريمة واضحة في أن الإشاعة كانت وسيلة من وسائل أهل الزيغ والضلال في الصد عن سبيل الله وفي الرد عن الهدى وعن قبول دعوة الأنبياء.